صلاة الجمعة حبيبي، صلاة الجمعة مؤيدة بتأييد الله. سيد الشهيد الصدر علمنا صلاة الجمعة، نتي صلاة الجمعة كانت قبل الجوامع فارغة لولا سماحة سيد الشهيد الصدر اللي ثقفوا الناس على الصلاة وعاهم عن الدين، عن الصح، عن الخطأ، عن الحلال، عن الحرام. توحدنا وكنا أول الناس اللي جابهنا الطغيان بصلاة الجمعة. من مرجع ديني مو للمذاهب مذهب واحد، وإنما للمذاهب كلها. إجا ثقف، كنا ما عندنا توعية وما عندنا ثقافة وما نعرف لا يميننا ولا يسار. علمنا بالثقافة الدينية. أنا أتذكر بزمن الطاغية الله شاهد كنا يشتغل عماله. وقالوا اكو مرجع كنت بعد ما مقلد تون الدقلد، وقالوا اكو مرجع قاعد بالشمس يقول شلون ذول العماله يشتغلون وبالشمس، هو يقعد بالشمس الله شاهد. وهذا اللي خلاني يعني اتجه لهذا الشيء وقلدته والحمد لله. رب اجيال الاب الروحي للعراق، مو بس للعراق، ما العربيه كلها. يعني السيد هو ابو الاصلاح، السيد الشهيد قدس الله سره الشريف. يعني هو اللي وصلنا لمرحلة اللي حرية الرأي.